لسنا في كهوف أفغانستان ولا في جبال باكستان كي نلتقي مجموعة من طالبان، بل في غزة. أن تصل إلى هؤلاء ليس أمرا سهلا، فهم يتخفون من العيون الفلسطينية وكذلك من الملاحقة الإسرائيلية. وحينما تصطدم عيناك بمجموعة في غزة تطلق على نفسها طالبان فلسطين تيمنا بالحركة السلفية الأفغانية، فإن سيلا من التساؤلات ينساب سعيا نحو الإجابات. كنا في البداية نحمل فكر تيارات إسلامية عادية، ولكن حين وجدنا أن الفكر قد انحرف عن مساره أبينا إلا أن نكون ربانيين بالدرجة الأولى، فوجدنا أن تشكيل جماعة ليس بأمر صعب. طالبان فلسطين مجموعة سلفية مسلحة نشأت في قطاع غزة قبل عامين، ليصل عدد أفرادها إلى قرابة 100 والعدد مرشح للزيادة كما يقولون. الجماعة لا تختلف في مفرداتها كثيرا عن تنظيم القاعدة، سيما فيما يتصل بالعمل على استهداف ما يسمونها بقوى الكفر في العالم. ما دام الأمير محمد عمر حفظه الله يعلم علم اليقين وينظر للأوروبيين نظرة بأنهم هم أصل البلاء التي تعيشه الأمة الإسلامية، فماذا سننظر لهم؟ نعم إنهم كذلك. أميرهم أكد بأن خيطا رفيعا يربطه بحركة طالبان الأفغانية، والأمل يرافق الجماعة لأن تتمكن من الرد على مقتل بن لادن.